الو، مبينة مزعوجة من صوتك. امي انتي منيحة؟ ايه جياتري انا منيحة، شو اللي بده يكون زعجني يعني؟ ما بعرف امي، بس انا صوتك مو عاجبني. الشغلة الوحيدة اللي زعجتني حاليا اني ما عم بعرف فرق بين فاني واختها. صحت لي اكتر من فرصة لانزع عليهم، بس ما عرفت استغلها منيح. المرة الجاية لما تجيني فرصة لازم اعرف استغلها. شو قصدك؟ بنتي، اليوم كنت على وشك اني افضح حقيقة الشي اللي مخبيته كافية. عن جد؟ انا خسرت معركة بس ما خسرت الحرب. تعرفي قديش شاطرة بهالشغلات؟ انا بقدر حس بشغلات ما حدا بيقدر يحس فيها. واليوم كافيا كانت عم تتصرف بشكل منيح لانها مخبيه سر وما بدها حدا يكشفها. مو مشكله الا ما اعرف شو كانت مخبيه. شبكي ماما، شو هاد يلي عم تقولي؟ ما فهمت عليك شيء. روقي جياتري، هلا رح اشرح لك كل شيء. انا حاسة انه كافيا عم تعمل شغلات غلط بالسر، وبظن انه راني مو عارفانه بشي، يا اما عم تعمل حالة انها مو عارفانه بشي. هلا فهمت. حلو كتير هالحكي. صدقيني ماما، انتي فيكي تستغلي هالشغله لحتى تفرقيهم عن بعض. ليكي، الكل بيعرف كافيا انها غاليه كتير على قلبه لبراكاش، بس اذا كانت عم تغلط فاكيد هالشي رح يخلي براكاش يكرهها كتير. هذا المزبوط. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.